السلام عليكم. هناخد النهاردة الكومباراتيف اوف فيمر. الفيمر زي ما احنا خدناها في الهورس اللي هي بروكسيمال لونج بون، ليها بروكسيمال اكستريميتي وديستال اكستريميتي ودي شيفت او البادي. هنقول الفروقات اللي ما بينها وما بين الاوكس او اللارج رومننت. اول حاجة البروكسيمال اكستريميتي هنا كانت بتتكون من هيد وجريتر تروكانتر. الجريتر تروكانتر كان بيتقسم لصمت وكونفكستي وما بينهم جروف. لو احنا جينا شفنا هنا في اللارج رومينان هنا عندي برضو الهيد والجريتر تروكانتر اعلى من مستوى الهيد برضو، بس الجريتر تروكانتر مش مقسوم لصمت وكونفكستي زي التاني. لو جينا شفنا من الجريتر تروكانتر كان بينزل عندي التروكانتريك كريست، كان في الهورس ايه بيكون اولونجيتد زي ما احنا شايفين. لا هنا في اللارج رومينانت بيبقى اوبليك، التروكانتريك كريست بيبقى اوبليك. هنا اولونجيتد تروكانتريك فوسطة، التروكانتريك فوسطة دي بتبقى اولونجيتد، هنا بتبقى راوند او مور ديب يعني. وهنا التروكانتريك كريست بيوصل لحد البروز ده اللي بقى نوديولار، البروز ده الليسر تروكانتر. هنا الليسر تروكانتر بيبقى اولونجيتد، هنا الليسر تروكانتر بيبقى نوديولار. يبقى عندي الجريتر تروكانتر مش مقسوم، بينزل منه اوبليك تروكانتر كريست يوصل لنوديولار تيوبركل اللي هو الليسر تروكانتر، وبيبقى فيه ديب تروكانتريك ديب اوفال تروكانتريك ايه فوسطة. السيردو تروكانتر اللي كان موجود على اللاترال بوردر مفيش سيردو تروكانتر الا في الحصان، مفيش سيردو تروكانتر في جميع الحيوانات، الحصان الوحيد اللي عنده سيردو تروكانتر. لو جينا شفنا هنا اللي هي كانت اسمها السوبراكوندرويد فوسطة برضو موجودة وبتبقى اولونجيتد اهي، وبتبقى موجودة وكبيرة خالص اهي. دي السوبراكوندرويد فوسطة برضو، هنا السوبراكوندرويد فوسطة اهي، بس هنا بتبقى اكبر منها اولونجيت عن الهورس. بعد كده السوبراكوندرويد فوسطة بتكون اولونجيتد وكبيرة عن بتاعة الهورس. لو جينا شفنا التروكليا نفس الكلام، الميديال ريدج بتاعة التروكليا بتبقى اكبر من اللاترال ريدج. بس ده معظم الفروقات اللي ما بينها وبين اللارج رومينانت. السمول رومينانت نفس اللارج رومينانت برضو، بس هنا الهيد والجريتر تروكانتر بيبقوا تقريبا at the same level. عندي برضو الليسر تروكانتر، التروكانتر الكريست بيبقى اوبليك بيوصل للليسر تروكانتر اللي بقى نوديولار في الشيب. وبعد كده بقى عندها التروكانتر الفوسطة زي ما هنا. السوبراكوندرويد استبدلناها، السوبراكوندرويد فوسطة اللي كانت هنا استبدلناها باتنين تيوبريستي اسمها سوبراكوندرويد تيوبريستي، بيبقى واحد ميديال وواحد لاترال. الميديال بيبقى اكبر من اللاترال. الاتنين ريدج بتوع التروكليا بيبقوا ات ذا سيم سايز. دي السمول رومينانت. ايه الفرق بينها وبين الفيمر بتاعت الدوج؟ الفيمر بتاعت الدوج برضو بتبقى واخده الكيرفيتشر بتاع الاست شيب. الهيد بتاعت الفيمر بتاعت الدوج بتبقى اعلى من مستوى الجريتر تروكانتر. التروكانتر الكريست برضو بيبقى اوبليك بس ما بيوصلش لحد الليسر تروكانتر، ما بيوصلش لحد هنا في السمول رومينانت. الليسر تروكانتر اوبليك وبيوصل لحد الليسر التروكانتر الكريست اوبليك وبيوصل لحد الليسر تروكانتر. هنا الليسر تروكانتر اوبليك بس ما بيوصلش ليه التروكانتر الكريست اوبليك، بس ما بيوصلش لحد الليسر تروكانتر. وبرده بيبقى عنده التروكانتر الفوسطة بتبقى ديب. هنا بقى السوبراكوندرويد فوسطة استبدلت باتنين كريست، بيبقى واحد ميديال واحد لاترال. اللاترال سوبراكوندرويد كريست هو الاكبر من الميديال سوبراكوندرويد كريست. هنا عند الاتنين كوندويل بتوعه بيبقى موجود اتنين فاسيت هنا بنسميهم تو فاسيت فور، بيجي هنا سيسامويد بون عشان التندون بتاع دول تو فاسيت فور سيسامويد بون عشان التندون بتاع الجاستروكنيميس ماسل. الاتنين دول بنسميهم فيبيولي. يبقى ده اكتر حاجة مميزة للدوك. وبيبقى عنده اتنين لونجوتيودنال لاين زي ما احنا شايفينهم كده، اتنين لونجوتيودنال لاين بطول العظمة كلها
بيبقى اتنين لونجوديودنال لاين كده، بيبقوا قاسمين للعظمه الجزء اللي فوق بنقول عليه تروكانتريك سيرفيس، والجزء اللي تحت بنقول ببلوتيال سيرفيس. اهم حاجه في الدوج التروكانتريك كريست بيبقى اوبليك بس ما بيوصلش للليسر تروكانتر، الاتنين فاسد بتوع استساموييد اللي احنا بنقول عليه في بيولي، وبيبقوا عنده الاتنين الخطين اللي ماشيين على الكودال سيرفيس بتاع العظمه، واللاترال سوبرا كوندولويد كريست بيبقى اكبر من الميديال سوبرا كوندولويد كريست.